يسعد أوقاتكم طلابي الأعزاء. محاضرتنا لليوم هي محاضرة Crown and the Bridge، وتحديدا موضوع الـ Complete Ceramic Crown أو الـ All Ceramic Crown. بالبداية خلينا ناخذ فكرة بسيطة عن هذا النوع من الـ Crowns. هو مثل ما حكينا سابقا شوي إنه هو أكثر الأنواع الـ Crowns aesthetically مقارنة بالـ True Structure. ليش؟ لأنه ما عندنا تحته أو underlying its frame any kinds of metal، لذلك فهذا المتال ما رح يمنع لي transmission of light، وبالتالي حيكون جماليته جدا عالية وقريبة من ناحية اللون والشفافية من ال natural tooth. طبعا يكون entirely من الداخل ومن برا، من الأمام ومن الخلف، يكون كليته من السيراميك. لذلك رح نتحمل نحن الـ disadvantage of the ceramic اللي هي احتمالية الكسر بهذا النوع من الـ crown تكون عالية، لأنه السيراميك it's a brittle material، وهذا النوع ما نقدر نعتبره conservative. وأيضا نقدر نستخدمه كـ single restoration. شنو يعني single restoration؟ يعني أنا ما أقدر أستخدمه كبريدج لأنه هو بريتل. طبعا هذا الكلام اللي تقوله الليترتشر يتحدثون بشكل عام، لكن إذا مثلا نريد نذكر أنواع اللي هي الزيركون، فالزيركون بإمكاننا نسوي من عنده بريدج. إذا كنا دا نحكي عن السيراميك، عفوا عن الإيماكس اللي هو ليثيوم دايسيليكيت، هذا راح يكون كسينجل ريستوريشن أونلي، يعني ما يستخدم كبريدج. الزيركون يستخدم كبريدج لأنه الريزيستنت تو فراكتشر أو السترينت مالته عالي. شنو الادفانتج اوف ذيس تايب اوف كرام؟ أول شيء مثل ما حكينا إنه الاستاتيك مالته جدا عالية. لاحظوا هنا إذا دريت نقارنه بالـ PFM، فهنا نلاحظ هذا السيراميك كرام أو سيراميك كرام، هذا PFM طبعا هذا resemble natural tooth أكثر من هذا النوع، بالإضافة إلى أنه هذا بي grayish discoloration، إن أنا ما عندنا أي grayish discoloration. بالإضافة إلى أن هذا النوع biocompatibility of جنجفة إلى عالية جدا، فإن أنا ما تصير عندي أو احتمالية أنه تصير عندي التهابات لثة قليلة جدا، حتى إذا كانت المارجن مالتنا subgingivally. أما هذا النوع فلا، فاحتمالية تصير عندي gingivitis أو periodontal disease تكون عالية. بالإضافة إلى أنه preparation مال هذا النوع أنه هو نوعا ما أكثر conservative من preparation of PFM. إحنا حكينا أنه هو هذا مو النوع ما نعتبره من ضمن الأنواع conservative، لكن مقارنة بال PFM فهو يعتبر conservative، لأنه بال PFM نحتاج نسوي preparation إلى two layers اللي هي طبقة المتل وطبقة السيراميك. أما هنا رح نحتاج نسوي preparation أقل كونه يتألف من طبقة السيراميك فقط. شنو هي disadvantage مالته؟ حكينا إنه هذا النوع brittle، قابلية الفراكتشر مالته عالية، لذلك أنا ما حطه بالمكانات اللي تكون susceptible إلى fracture أو load عالي. بالإضافة إلى أنه طريقة preparation مالتنا لما نسوي لازم نعتني بالpreparation بحيث تكون الحواف مالتنا واضحة define smooth، ما بيها أي مشاكل حتى ما بالتالي يصير عندي فراكشر للريستوريشن بالمستقبل. حكينا أنه هو ما يعتبر من الكونزرفاتيف، وأيضا نتحمل الطبيعة الماتيريال مالته اللي هي نوعا ما بريتل، وما نقدر نستخدمه كبريدج. طبعا نرجع ونأكد كبريدج بالنسبة للليثيوم دايسيليكيت اللي هو الإيماكس أو الأول سيراميك، لكن إذا حكينا في موضوع زيركون فبإمكاننا نستخدمه كبريدج. ونجي على الإنديكيشن of all ceramic restoration of all ceramic crown. طبعا راح نستخدمه بالمكانات اللي نحتاج بيها أستاتيك عالي، لأنه هو highly aesthetic crown. بالإضافة إلى أنه مثلا هاي الحالة لما تكون عندنا proximal caries جدا هواية، مثلا هنا كيريز وهنا بما أنه تنلاحظ هذا السواد، فمعناته lingually distribution of caries lingually جدا هواية، هاي كلية هذا كيريز، هاي كيريز،
نانو كيريز. كيريز طبعا هاي الحالة to my patient، فأني أعرف شنو شرح الحالة. فلما يكون الديستريبيوشن اوف كيريز جدا عالي، فما راح نقدر هنا نسوي لها ريستوريشن بكومبوزيت فقط، لانه كميه الكومبوزيت بالتوث ستراكشر راح تكون جدا كبيره، بالاضافه الى انه هذا التوث هو اندودونتيكالي تريتد. فاذا اذا اي ريستورت اونلي وذ كومبوزيت، احتماليه يصير عنده فراكشر بالمستقبل. فلذلك يعتبر كانديكيشن للاول سيراميك كراون، كونه انتيرير، كونه في استاتيك زون، كون الديستريبيوشن اوف كيريز بهاي المنطقه جدا عالي، كونه انه اندودونتيكالي تريتد تيف. فكلها هاي توجهني الى انه اسوي اول سيراميك كراون، بالاضافه الى انه لازم يكون عندنا اللينث اوف ذا توث وكميه التوث ستراكشر اللي باقيه عندي حتى اسوي الاول سيراميك كراون كافيه، بمعنى انه ما يكون عندي الكراون شورت وبالتالي احتاج اعوض الجزء الباقي كله بسيراميك، لانه احنا من اختارين كتله وكميه كبيره من السيراميك هنتحمل مثل ما ذكرنا الديس ادفانتج اوف سيراميك اللي هو اتس بريتل ماتيريال. فلنانا كميه او اللينث اوف ذا توث كافي حتى نسوي اول سيراميك كراون، بالاضافه الى انه يفضل نسميه عندنا فيربل ديستريبيوشن للفورس او الاوكلوجن. شنو يعني هذا الكلام؟ يعني لما الاحظ الاطباق او الاوكلوجن اوف ذا بيشنت الانسايزل ايج مالتنا تصير اوكلودد مع اللينجوال سيرفيس اوف ذا سنترال بالميدل ثيرد، الجزء الوسطاني. هالطريقه الفورس يعني هذا السن راح يعض الاوبوزنج بطريقه القوه تتوزع بالتساوي على التوث ستراكشر. هذا هو الجزء او الشكل المفضل باختيار الحالة. طبعا احنا sometimes نتغاضى عن نقاط بسيطة من كل هاي الانديكيشن على حساب شيء اخر، بمعنى نوازن ما بين الادفانتج والديس ادفانتج والانديكيشن، لكن بنفس الوقت نكون شرحنا للبيشنت مالتنا هاي النقطة وشنو الاحتمالية بالمستقبل. نجي على الكونترا انديكيشن of all ceramic crown. اكيد لما احتاج strength بالمنطقة عالي، فأكيد ما حأختار brittle material، كأن يكون البيشنت عنده أطباق heavy occlusion، عنده paroxysm، عنده edge to edge occlusion. بهالحالة الأطباق مالته قوي جدا، بحيث احتمالية يسوي لي كسر بال all ceramic restoration، فما رح أختارها، رح أروح أختار material more have a more strength اللي هي الـ PFM مثلا. هاي مثل ما شرحت لكم قبل شوي انه الأوكلوجن يفضل يكون بالميدل ثيرد of the tooth، باللينجوال surface of the tooth. في حال ما كان مثلا هنا H to H يعتبر contra indicated للـ all ceramic crown. ايضا في حالة كان عندي short crown، short crown معناته اني هنا راح اعوض الجزء الباقي من الشورت كراون، كان يكون مثلا التوث كل تصاير بي كيريز، بحيث باقي جزء بسيط من عنده من التوث واريد اسوي كراون حتى اعوض التوث ستراكشر اللي رايح عندي. فبهالحاله مثلا هو طوله واصل لهذا الحد، واني راح اعتاز اعوض الجزء الباقي، فالجزء الباقي كله حيكون سيراميك، راح يكون معرض للكسر بالمستقبل اعلى من ما لو اختاريت restoration بال PFM. ايضا في حال كان عندي facial التوث thin، ولنفرض انه هذا التوث بالحالة العادية، مو ك خلينا نقول مو كمسوي له preparation، فهنا نتخيله هذا التوث وراح ارجع اسوي له preparation مرة ثانية حتى اأمن enough tooth structure، فهنا ضعفت السن بزيادة، فهو تعتبر less conservative، رح يبقى عندي قشر، هذا القشر من السن احتمالية ينكسر السن بالمستقبل، مجرد حتى أني أأمن الثيكنس الكافي للماتيريال اللي هو السيراميك، بس نفس الوقت أكون أني خسرت my tooth. فهنا أنا لازم أختار ماتيريال تكون بالعكس تحتاج إلى كمية preparation أقل،
وبنفس الوقت تكون كافية إلها هي كماتيريال بدون ما يصير بيها فراكشر. وبهالطريقة أكون حافظت على التوث مالتي وأيضا حافظت على الريستوريشن اللي راح أستخدمه. وقبل ما نبلش التوث بريبريشن ستيب باي ستيب فور every aspects راح نحكي بشكل عام الدبث اللي حنحتاجه للبريبريشن مالتنا اللي هو يكون 1 مليمتر من الفينيش لاين all around the tooth، بالإضافة إلى يكون هذا ال 1 مليمتر facially ولينجوالي. أما من الإنسايز الإتش فأت ليست يكون عندنا 1.5 أو 1.5 إلى 2 مليمتر، نأمن حتى thickness كافي للماتيريال to withstand the forces، خاصة إنه هاي المنطقة يكون تتسلط فيها الفورس أثناء العض أثناء الأكل. طيب شنو هي requirement مالتنا of preparation؟ أكيد لازم يكون عندي uniform thickness من ال finish line all around the tooth يكون 1 مليم، اللي هو حيكون ما radial shoulder أو راح يكون عندنا deep chamfer، ويكون كل ال preparation مالتنا rounded، ما عندنا منطقة بها sharp edge أو sharp angles، حتى نضمن يصير عندنا توزيع لل forces وما تصير منطقة بها stress concentration وبالتالي يصير بها fracture. بالإضافة إلى أنه الديزاين of our finish line لازم يكون بطريقة يكون بها flat مو بها الطريقة، لأنه حتى نضمن distribution of forces بطريقة ما تؤدي إلى ceramic fracture. وأكيد حكينا أنه نختار تكون منطقة الأوكلوجن على الـ يعني من الـ lower teeth على الـ opposing اللي هو مثلا رح نسوي له crown ما تكون edge to edge وبالتالي يسبب لنا هذا الموضوع fracture، لأنه لازم يكون الـ contact بمنطقة يفضل مثل ما حكينا بالـ middle of lingual surface of the tooth. الـ incisal edge مالتنا لما نسوي لها preparation لازم it should be flat، ومثل ما تلاحظون لازم يكون بيها slightly inclined باتجاه اللينجوال، مايلة باتجاه اللينجوال، حتى مثلاً ونفرض الopposing tooth هنا، حتى نأمن هنا تخيلوا معي نأمن space للlabial surface of lower teeth، labial inclination مال lower teeth. ونبلش our steps in preparation. أول شيء راح نسويه هو incisor reduction، هنا مثل ما متفقين نستخدم flat and tapered fissure bear حتى نسوي depth orientation groove بالincisor edge مالتنا. اتفقنا انه نأمن at least 1.5 مليم، طبعا هاي 1.5 مليم في حالة الانتيريور تيث، اذا كانت عندنا posterior تيث فراح نأمن clusal clearance على كل الكسبس سواء functional أو non-functional 2 مليم، حتى تكون نأمن thickness كافي للماتيريال، لأنه شوية هي نوعا ما هي brittle material، فحتى تكون have enough strength to withstand the force of mastication. أوكي depth orientation groove اللي راح نسويها على incisal edge راح نسويها احنا rate clearance 1.5 مليم، لكن ال depth orientation groove راح نسويها 1.3 مليم. ليش تركنا هاي ال 0.2؟ حتى لما نسوي finishing ما نكون أخذنا زيادة هاي ال سوينا مثلا احنا الحد 1.3 تمام، بعدين سوينا finishing أخذنا زيادة مثل ما يقولون ضاع ال tooth structure بزيادة، فهنا أنا لا احنا تركنا 0.2 حتى ناخذها أثناء ال الفينيشينج مالتنا، ونشيك ورا ما اخذنا ورا ما سوينا depth orientation grooves راح نسوي الكاتينج مالتنا ايضا بالفلات اند tapered fissure bear، وشلنا هاي اللي سموها الايلاند between depth orientation groove وصار فلات، ومثل ما حكينا يكون شويه مائل باتجاه اللينجوال.
ولازم نشيك الكليرنس الانسايزال كليرنس بالستريك والاكسنتريك اوكلوجن، يعني نطلب من المريض يعض ونشوف الحركات مالته، لازم نكون امننا ورا ما كملنا كل الانسايزال ايدج بريبريشن 1.5 اتليست 1.5 الانسايزال كليرنس. وراها راح نسوي الـ labial surface preparation. طبعا عندنا labial reduction labial surface reduction الـ preparation مال الـ ceramic crown هي نفس خطوات خلينا نقول الـ preparation مال الـ PFM باستثناء تفاصيل أو اختلافات في التفاصيل كنوع الفينش لاين ككمية التيكنس اللي راح نزيلها من التول structure. فأيضا راح نستخدم نحط الـ depth orientation grooves وأيضا we are following the anatomy وراح يكون the preparation مع الـ labial surface أيضا in two planes. عندنا الـ incisal plane العفوا الـ incisal plane والـ gingival plane. أيضا نحط الـ depth orientation grooves باستخدام الـ tapered fissure pair ويكون الانجوليشن مال البر مالتنا موازي للانجوليشن مال السيرفس، يعني بهالاتجاه مع هذا الديبث اورينتيشن جروب بالجنجايفل ثيرد يكون بهالاتجاه بارالل ويا هذا الجزء، والديبث اورينتيشن جروبز مع الانسايزال بلين يكون بهالاتجاه ايضا موازي للانسايزال بلين. وراها حنستخدم نفس البر حتى اسوي ريموفال للتوس ستراكشر ما بين ال death orientation grooves بالنسبة للانسايزال ثيرد، وايضا اتجاه البير راح يكون عندي موازي لاتجاه السيرفس للتوس سيرفس بهذا الجزء، والجنجايفال بلين ايضا راح اشيل التوس ستراكشر ما بين ال death orientation grooves ويكون البير مالتي موازي للتوث سيرفس بهذا الجزء. وأكيد راح أكون أمنت ثيكنس مقداره 1 مليم all around الليبيال سيرفس. بعدها راح نسوي اللينجوال preparation أو اللينجوال reduction، وأيضا راح نقسمه إلى 2 planes الأكسيال reduction والسنجلوم reduction. بالنسبة لجزء السنجلوم أيضا راح نستخدم depth orientation groove، وإحنا نريد نسوي reduction بمقدار 1 مليم. depth orientation groove مالتنا حيكون 0.8 مليم، أيضا تركنا هاي ال 0.2 حتى من نسوي finishing تكون يعني ناخذها هاي ال 0.2 اللي بقت، ونفس ال هنا نستخدمنا ال round bear حتى نسوي depth orientation groove مالتنا، وهنا أنا نستخدم ال flat and taper fissure bear حتى استخدم اسوي ال depth orientation groove مالتي. بالنسبة لل singulum area reduction راح استخدم ال football shape bear حتى هذا ال bear ال shape مالته يكون مناسب لل anatomy of this area، فراح ينطيني الريدكشن المطلوبة من عندي. وبالنسبة للأكسيال ريدكشن راح استخدم الفلات اند تيبرت في شربه. بالنسبة للبروكسيمال سيرفيسز فأيضا نفس خطوات اللي سويناها بريبريشن بالنسبة للبي اف ام للانتيريور تيث او البوستيريور تيث، اللي هي اني بالحالة عادية نفتح الكونتاكت ويا الادجيسنت توث باستخدام اللونج نيدل بير، نفتح الكونتاكت وبعدين نكمل البريبريشن مالتنا على حسب الفينش لاين. وهنا أنا بهالحالة راح يكون البير مالتي هو فلات اند تايبر فيشر بير. بعد ما اكمل كل البريبريشن مالتي راح اسوي له سموثنينج والغي كل ال sharp angles وسوي له finishing باستخدام البيرات العادية of يعني finishing bears اللي هي حتكون بها الخط الأحمر. يعني مثلا هذا البير flat end
يكون اسود خشن البريبريشن مالته، الدايموندز مالته خشن، الفينشينج عفوا يكون باستخدام بيرات خاصة اللي هي مثلا يكون هنا الخط اللي بيكون اما اصفر او احمر، لانه الدايموندز مالته يكون سو فاين فحتى يعطيني هذا السموثينج بدون ما ياخذ من التوث ستراكشر مالته.